بلغ معدل التضخم في الأرجنتين 108.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من 3 عقود. وكان معهد الإحصاء الوطني في الأرجنتين قد أعلن عن بلوغ التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى 8.4% خلال أبريل الماضي، وبذلك تعتبر الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس.